كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس، فما فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين أمر فريد وحيد، لأنه فرضه على سائر المسلمين من العقلاء البالغين، سواء كانوا رجالا أو نساء، سواء كانوا علماء أو غير ذلك، سواء كانوا يشتغلون بعلوم الشريعة أو غير ذلك. فرض هذا على كل المسلمين، وهو أمر عجيب غريب لا مثيل له في سائر أديان الأرض. في الأديان الأخرى هناك ما يسمى برجال الدين، وهم رجال يقومون بالعبادة عن الشعب، والشعب يأتي في يوم معين لعبادة مخصوصة كصلة بينه وبين الله، مرة في الأسبوع، مرة في السنة. أما أن يعبد أحدهم ربه كل يوم خمس مرات، فهذا شيء بديع جميل فريد وحيد في العالم كله. وتميزت هذه الصلوات بالسجود، فليس هناك من يسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض إلا المسلمون، ليس هناك سواه. هناك سجود في بعض الأديان، يعني لتحية، لعبادة مؤقتة، لمرة لإظهار احترام أو شكر، لكن السجود العبادة الذي تميز به المسلمون فهم وحدهم من يسجدون لرب العالمين. وهذه الصلوات الخمس المفروضة على المسلم مهمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفرق أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكفر على ثلاثة أنحاء: كفر ناقل عن الملة، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكفر فيه نوع من نكران الجميل، وهو هذا أنه بعد الشهادتين وبعد دخوله الإسلام وبعد أن صار مسلما صعبا، صعب يعني صعب تخرجه من الإسلام، ترك مهما من مهمات الدين وعظيما من عظائم الأمر، وهو الصلاة، وذروة سنامه الصلاة. ذروة سنام الأمر وركن الإسلام هو الصلاة. يأتيني أحدهم يقول: أنا بذكر الله كثير لكني لا أصلي. ذكرك في هباء، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صحت صح عمله، يعني ذكر، صيام، حج، كذا إلى آخره يصح، وإن لم يصح لم يصح باقي عمله. فالصلاة من المهمات العظام، ولذلك المنذري عندما جمع كل ما ورد في الصلاة سمى كتابه تعظيم شأن الصلاة، لأنها عظيمة ولأنها كبيرة. حتى إن الإمام أحمد مخالفا بذلك جمهور الأئمة قال: بكفر حقيقي ناقل عن الملة لمن لا يصلي. إذن فترك الصلاة
مصيبة من المصائب وكارثة من الكوارث وفيها خلاف، هل هي من الكفر كفر العشيرة وكفر الشكر، أو أنها من كفر الكفر الناقل عن الملة؟ فمن ترك الصلاة فهو يخاطر مخاطرة عظيمة في هذا الأمر، تعظيم شأن الصلاة. ومن أجل هذا وحتى يتم للمسلم الحفاظ على الصلاة أمرنا أن نربي أطفالنا عليها، فنأمرهم بها من سبع، ونضربهم ضرب تأديب لا ضرب انتقام وعقوبة من عشر، وإذا بلغ في الخامسة عشر فإنه يكون قد كلف، إلى آخر ما هنالك من تراتيب كلها تصب في وجوب الاهتمام بالصلاة اهتماما بليغا. فليراجع كل واحد منا نفسه أنه يجب علينا أن نهتم بشأن الصلاة اهتماما عظيما، لأنها هي الإناء الذي سوف يعطينا الله فيه البركة ويعطينا الله فيه توفيق الأعمال ويعطينا الله فيه الثواب. ومن الحمق أن نكسر الإناء الذي نأخذ فيه أحوالنا وثوابنا ونأخذ فيه ترقينا إلى آخر ما هنالك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مفروضة كما أمره الله على كل مسلم، من حر وعبد، من ذكر وأنثى، من كبير وصغير بعد البلوغ، من مسافر ومرتحل وحاضر ومقيم، جعلها فرضا لا يترك إلا رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المغمى عليه حتى يرجع إليه عقله، فقط لغير ذهاب العقل بنوم أو بمرض أو بغير ذلك. أما سوى هذا فما دمت هكذا، يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها عندما يستيقظ أو يتذكرها. ومن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا تدع الصلاة لا جزئيا ولا كليا، فإنه في حديث ابن عباس عند مسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء من غير عذر من مطر ولا مرض، وهو في المدينة، يعني صلى الظهر أربعا وبعده العصر أربعا، وصلى المغرب ثلاثة وبعده العشاء أربعة. هذا نصنعه إذا كان هناك مطر يحول بيننا وبين جماعة المسجد، فنصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والمطر نازل. إنما هذه المرة صلى من غير عذر من مرض ولا مطر، أربعة وأربعة وثلاثة وأربعة. وراوي الحديث حبر الأمة ابن عباس، فقالوا لابن عباس: ولما فعل هذا؟ قال: لكي لا يجعل على أمته من حرج. يعني هتصلي هتصلي، يعني ما ينفعش تترك الصلاة، أصلنا مشغول، أصلنا المدينة اتسعت، أصل صلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وما تسيبش الصلاة، أصلنا طبيب بدخل العمليات بال12 ساعة، صلي.
الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، واجعل هناك هذا الفرق. تحير بعض العلماء في هذا الحديث عندما كان الأمر كما هو، ما عرفوش المدة لما اتسعت والمواصلات والاتصالات التي أخلت بالبرنامج اليومي للإنسان، فقالوا لعله أن يكون جمعا صوريا، ورفض هذا الإمام النووي في شرحه لمسلم، قال إذا كان جمعا صوريا لكان أصعب، وهو جعله لكي لا يجعل على أمته من حرج. وفي النهاية أجاز وقال بشرط ألا يكون عادة على ما هو مقتضى عصره، قال بشرط ألا يكون عادة، يعني تصلي كل واحدة في معادها ما دمت قادرا على ذلك. لما اتسعت الأمور وأصبحنا هكذا، سألوا الشيخ أحمد بن الصديق هل لهذا وجه في فقه الأمة، فألف كتابه الماتع إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين بدون عذر في الحضر، وأورد مذاهب التابعين، ووجدنا من التابعين من يقول بهذا المذهب، وجدناهم 9 من التابعين، وصحح هذا. هذا يعين المسلم على الحفاظ على صلاته، لأن الصلاة عظيمة من العظائم، وتركها كبيرة من أكبر الكبائر، ولذلك يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نحتال لذلك بكل حيلة، لابد أن نحتال على ذلك بكل حيلة، ولكن ليس هناك عذر مسقط للصلاة أبداً.